أين مكتب المفقودات؟ أين يعلن عن الأطفال الضائعين؟ أنقذوني! ساعدوني! اتصل بالشرطة! هل هذه محفظتك؟ نعم، شكرا. هل هناك شيء مفقود؟ لا، شكرا. ابحث مرة أخرى جيدا. لقد نسيت أين وضعتها. مهما بحثت فلا أجدها. هل هذا ما كنت تبحث عنه؟ أين مكتب المفقودات؟ أين مركز المفقودات؟ أين مركز الشرطة؟ ألم ترى حقيبتي؟ لا، هل بحثت جيدا؟ نعم، بحثت ولكن لم أجدها. متى رأيتها آخر مرة؟ لا أتذكر. أتعرف أين ذهب السيد محمد؟ لا يوجد أحد هناك. ذاك الشخص هناك. قبل قليل ذهب في ذلك الاتجاه. أين كنت حتى الآن؟ أخبرني كيف شكله. أين يعلن عن الأطفال الضائعين؟ ساعدني من فضلك. لقد فقدت طفلي. أين آخر مكان رأيت فيه الطفل؟ في دورة المياه. كان هناك قبل 10 دقائق. لنبحث سويا. نعم، لقد وجدتها. ها هي. شكرا لأنك وجدتها. هل هذه محفظتك؟ نعم، شكرا. هل هناك شيء مفقود؟ لا، شكرا. أريد الإبلاغ عن سرقة. لقد نُشلت محفظتي. لا أتذكر أين أضعتها. لم أكتب رقم البطاقة. لا أتذكر رقم جواز السفر. اختفت سيارتي. الرجاء نشر بلاغ السرقة. أعطني نموذج إبلاغ. اتصل بالسفارة الكورية الآن. ساعدني من فضلك. لقد أضعت حقيبتي. أين ومتى أضعتها؟ لقد نسيتها بالباص ونزلت. هل كان هناك شيء مهم في الحقيبة؟ نعم، محفظة وبطاقة ائتمان وجواز السفر. املأ طلب الإبلاغ هنا، وسوف نتصل بك قريبا. سأبقى هنا حتى يوم الاثنين. الرجاء الاتصال بي. أريد أن أعيد إصدار البطاقة. هل يحتاج إعادة إصدار الشيك السياحي إلى نسخة هوية المشتري؟ كيف يمكنني أن أساعدك؟ لقد فقدت بطاقة ائتمان. أوقفها لو سمحت. حسنا، أولا سوف أتحقق من معلومات الاشتراك.
حرامي، ساعدوني، ألا يوجد أحد؟ لص، اتصل بالشرطة. أنت هناك، قف، اصمت، لا تتحرك، أنقذوني. ارفع يديك، اترك كل شيء موجود. خذ كل شيء، فقط اتركني على قيد الحياة. ما هو رقم هاتف التبليغ عن جريمة؟ إنه 191. لقد نشلت محفظتي. احضروا بسرعة. هناك من أطلق النار عليه. حدثت مشاجرة جماعية. انفجرت إمدادات المياه الرئيسية في الشارع. أية خدمة؟ يبدو أن لسان دخل. ما هو العنوان؟ أنا الشاهد. أنا لا أعرف أي شيء. ركض في ذلك الاتجاه. لقد كتبت رقم لوحة السيارة. لقد حاول ذلك الشخص أن يتحرش بي. لقد حاول ذلك الشخص الالتصاق بي. هل هناك شاهد؟ لقد رأيت كل شيء. صف لي شكله ولباسه. كان شابا يرتدي ملابس سوداء. شكرا لتعاونك. لديك الحق في التزام الصمت. تستطيع تعيين محام للدفاع عنك. الكفالة محددة ب500 دينار. تعرض على المحكمة بعد 3 أيام. جئنا لاعتقال المشتبه به. أنا بريء.